استاذ ايجل، حضرتك قلت ان الشرعيه لا تسقط الا بالجرائم، لكن اذكر ان حضرتك قلت ايضا في مجرى احد حديثك ان الجماهير عندما خرجت على رئيس السادات في 18 و19 يناير شرخ ذلك شرعيه اكتوبر. في فرق بين الشرخ والسقوط، وبعدين في فرق بين الجماهير تدخل في مساله مهمه جدا، وانا نفسي جدا الناس تعرفها، انه باستمرار الدواعي، في ناس كتير بيتكلموا عن الحل، في ناس بيقولوا لنا الاسلام هو الحل، وناس بيقولوا لنا الديمقراطيه هي الحل، وناس بيقولوا لنا الدستور هو الحل، وانا بقول انه كل هذه مقولات تحترم لكنها تحتاج الى مراجعه، ورايي ان المعرفه هي الحل. اما تيجي في اللي بتقولي على يناير، الناس في يناير خرجت لاسباب محدده تعرفها وتستطيع أن تحددها، ناس حربوا على الجسور ودفعوا حياتهم ثم وجدوا حياتهم وحياة أولادهم وتحملوا في سبيل الحرب ما لا يحتمل وعملوا مهمة هائلة، لكنهم وجدوا أن أرباح الحرب أو نتائج الحرب أو whatever it is، أي حاجة عاوزة بيها يذهب إلى طبقة معينة مستفيد، فخرجوا بالاحتجاج وشرخوا الشرعية ولكنهم لم يسقطوها. هو نفس القياس يا أستاذ، في الفرق بين شرخ الشرعية وبين يسقطها. هو نفس بس القياس. عايز أقول لك الفرق بقى كمان، نعم، في فرق كبير قوي، أنك أنت قدام أطراف كلهم ورثوا أكثر مما يطيقوا تحمله ومما استطاعوا أن يفهموا منه. بعد اسمح وهي لي دي جاي. اسمح لي أقف هنا وأسأل حضرتك. تقفي قوي. أشكرك. زي ما أنت عايزة. هو بس نفس ما تخنقيش. لا مش هتخانق. هو نفس القياس، بمعنى ان هؤلاء شباب ومجتمع وشعب خرج لاهداف في 25 يناير لم تتحقق هذه الاهداف، وخرجوا على هذا الرئيس رفضا للاعلان الدستوري الذي راوه مستبدا ديكتاتوريا. خلي بالك، يعني انا يعني متحمس ليه وفهمه قوي، وشبابك خليك تقولي جدا وانا ما بناقش، لكن عايز اقول لك حاجه، ايش الناس اللي خرجت في 77 خرجت تحتج على مشكله معينه لها توصيف ولها حل جاهز، الغي زياده الاسعار هنرجع تاني، الغي الاعلان الدستوري. لا 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 لا، خلي في فرق كبير قوي. انت امام، لو انه الشباب اللي هنا قال له حاجه خطوه معينه ضمن سياق كنت مصدق اقول لك اه، لكن انت اقول لك ايوه معقول الكلام اللي تقوليه، لكن انت ارجوكي تتذكري ان احنا جميعا حتى هذه اللحظه وبعد سنتين لا قدرنا نوصف مشكله ولا قدرنا نلاقي حل، بمعنى لو كانت الامور واضحه وفي والسلطه تتحدى والرئيس يتحدى في قضيه هو يعرف جوابا لها كنت اقول لك ايوه مظبوط، لكن انت امام موقف ملتبس ومتعب جدا حتى على الذين يطالبوه، ما تقدريش تيجي تقولي هقف قدام الاعلان الدستوري وحده دون ان انظر الى السياق كله، السياق كله معقد، انت عندك حاله ثوريه في منتهى الصعوبه تجري على ملأ من العالم زي ما قلت لك كانها ولاده على الهواء، والحاجة التانية ان العالم كله داخل عندك وانك انت مش عارفة تحددي فين، لانك ببساطة انا كنت اتمنى انه يعني ودي قد نتكلم فيها بعدين، لكن كنت اتمنى ان الرئيس مرسي يدي نفسه وقت يقرأ ملفاته، لكن هو انتخب في يوم ودخل في اليوم التالي الى القصر الجمهوري، ما كانش عنده وقت يقرا ملفاته. انا اعتقد انه لم يقرا ملفاته. تو بي فير تو هيم ايضا، انا مش عاوز يعني عايز اقول لك سهل جدا الادانه المطلقه، انت بتتكلمي على ملفات واحد معظمها غير مكتوب. انا اتحدى اذا كان في ابواق من عصر مبارك في 30 سنه انه في ورق كفايه ولا في وثائق كفايه تدلك على ما كان قبلك. تو بي عشان ابقى منصف، ما جت ثورة 23 يوليو كانت محادثات كل كان أكثر قضية هي قضية الاستقلال وقضية جلاء الإنجليز، والملفات كلها موجودة وحجر القانون، وأنت الرجل القادم بعد ثورة يستطيع أن يرى أمامه مشاكل محددة، يجد ملف مفاوضات، يجد قضية الإصلاح الزراعي درست وقد قيل فيها كل ما يمكن أن يقال، يجد قضية التنمية درست وقد قيل فيها كل ما يمكن ان يقال، لكن انت قدام راجل جاي في مشهد هو لا يعرف عنه شيء وليس هناك في الدوله ما يسجله، وقدام شباب يطلب طموح عام وليس محددا. دي قضيه، اما الثوره الفرنسويه على سبيل المثال خرجت انت كنت والناس بتتكلم،
ولينين وحتى الثوره في البولشوفيه والثوره الايرانيه، كل الثورات في التاريخ من قبل دخلت وهي بشكل ما عندها فكره عن ما قبلها في ملفات. حتى القيصريين وجدوا ملفات الاخرانه، وجدوا ملفات مخابرات كلها كامله. حتى انا لما رحت الثوره في الثوره الايرانيه والخميني سمح لي اخش مكتب الشاه، دخلت مكتب الشاه وقرات اوراقه. يعني بتقول لي ان هو هذا الرجل جاء مفيش اي حاجه عايز اقول لك في لكن في لا في اشياء بتاخديها بالقرائن. انا بسالك سؤال، لو انه كانت الصوره واضحه قدام كل الناس، قولي لي، سيبي مرسي على جنب، ما هو قدم مشروع النهضه. لا وقال ان انا عارف كذا وكذا وكذا. مشروع النهضه، شوف لك، ما حد بدي اقول لك حاجه، انه كل الناس خارج التيار وهم قاعدين بره على البر كده، مش بقول لك كل حد في البحر عوام حاجه كده، لكن انت تعالي واحد، كل الناس تعالي، سيبي مرسي، تعالي قولي لي، ما مش عاوز اسمي اسماء، ماذا يعرف اي واحد من مرشحين للرئاسه عن حقائق ما سوف يواجهه اذا كان قد اصبح رئيسا؟ انا ازعم ان ولا حد فيهم عارف. اما هنا بقى فكره الكفاءه، وهنا فكره ان يحاط باكفاء. بس لازم طب يعني برضه طيب. انا خايف قوي من خلاص. يعني انت بتشخطي جامد في كل ضيوفك وانا يعني هسكت خلاص، بتحسب يعني. طيب في مساله مهمه جدا، كلنا واحنا خارج بره السلطه عارفين شكل عام الاشياء، لكنه انت قدام حاجتين، قدام مشاكل تعقدت 30 سنه باكثر مما تتصوري، وبعدين امام ليست هناك لا ملفات ولا وثائق كافيه لكي تدرسي بالضبط ما جرى. فانت بالدليل، هو كان ممكن تبقى ثوره بلا قياده، كان ممكن بلاش بلا قيادة، كانت ممكن تقوم ثورة بلا برنامج. كل الناس اللي راحوا ميدان التحرير دول، أليس فيهم، ما قولي لي مين فيهم وقف وقال لي خطة واضحة العمل؟ كل الناس اتكلمت على مجموعة من المبادئ العامة ولا الشعارات العامة، ما بين الإسلام هو الحل والديمقراطية الحل والدستور هو الحل. ماشي، الإعلان الدستوري، وده كان هل ده القشة التي بينت الانقسام بين المصريين؟ أنا عايز أقول الانقسام بين المصريين بادي من بدري، بس عارفة دايما كل، وده اللي أنا نفسي ما يحصلش، لأنه كل كسر يبدأ بعلامة على حجر صغيرة قوي، وبعدين العلامة تتحول لخط، والخط يتحول لشق، والشق يتحول لفلق. أنا كل اللي نفسي يحصل واللي أنا خايف منه جدا أن يحدث الفلق، وهذا ما ينبغي أن نحول دونه جميعا. ولذلك أنا ما سمعت النهاردة قبل ما أجي لك أنه مش عارف في ناس بيتكلموا على مش عارف أسلوب أسبوع النفير ويوم النفير والكلام ده كله، كل الكلام الفارغ اللي بنسمعه كتير، في كلام فارغ بنسمعه كتير قوي. قلقت، لأنه من فضلكم، نعم هناك شرخ، لكن أرجوكم أن لا تحولوا إلى فلق، لأنه مهدد هذه اللحظة. بتقولي الإعلان الدستوري، الإعلان الدستوري، مشكلة الإعلان الدستوري أنه قفزة في الظلام. قفزة في الظلام، أيوة، هتقولي قفزة في الظلام، سجلوا قفزة في الظلام. طيب عاوز أقول لك حاجة، شوفي، ساعة ما السياق، ساعة ما كل الناس ماشية في طرق مجهولة لم تختبرها ولم تدرسها ولم تعطي نفسها وقت كافي، وفكرة نلحق نبني بسرعة، وبرغم ان البنى هيتطرب على دماغنا بعد بكره، ده كلام مش معقول. وانت في صدد، انت في صدد تاسيس دوله جديده بعد فتره غابت فيها فكره الدوله، مش الدوله، كيان الدوله كان موجود طول الوقت، ولو اني خايف عليه دلوقتي، لكن فكره الدوله، فكره الدوله المسؤوله عن كل المجتمع، فكره الدوله الموجوده باراده كل المجتمع، فكره الدوله الموجوده تحت فتح طريق المستقبل للمجتمع، هذه فكرة معطلة. الناس كلها، كل واحد بيجتهد قدر ما يستطيع، وأنا برضو أنا لا أريد أن نضع حد، أي حد، سواء مرسي، عمرو موسى، مش عارف بردعي، كل من صباحيين، ما اقدرش احطهم في ركن كده وحاصر كل الناس وقولهم اطلعوا حلو دلوقتي. لن ما تواجهيه انت اخطر كتير جدا مما انت تعالي اسالي نفسك،
وارجوك تسالي نفسك ليه. في سؤال لازم تساله، انت تسالني اسئله بتقول الان دستور تالي، قولي لي لما الظاهره تتكرر. دايما احنا كنا بنتعلم انه لما الذاكره تتكرر اذا فهي تعبير عن قانون، مظبوط؟ يعني تبقى صادره عن اشياء مستمره وثابته. طيب قولي لي ليه مبارك خرج بهذه السهوله؟ مبارك خرج بسهوله لا تتصوريها. مبارك كلمه طنطاوي قال له الموقف بكره صعب جدا ويمكن الحرس ما يقدرش والقوات مش عاوزه تشتبك مع ناس، فيعني يستحسن سيادتك بكره تبقى موجود بره في حته تانية. قال له هروح شرم الشيخ. راح شرم الشيخ كلمه على الساعه 10 الصبحيه، قالوا له المظاهرات فظيعه جدا، ده يوم الجمعه كان 11. كلموه قالوا له المظاهرات فظيعه جدا، طب ايه الحل؟ فقالوا له يعني الحل مع الاسف الشديد سيادتك تمشي. ده عمر سليمان. وانا بقول لك ده موثوق، انا بقى في حاجه من الحاجات اللي ما اعملهاش ابدا ان اقعد اقول واقعه كده من غير سند. فانت وبعدين على الظهر قبل الظهر بشويه قالوا له، هو قالوا له كلموه وعمر سليمان قال له سيادة الرئيس يعني الوضع سيء جدا، قال له خلاص حضروا بيان، خلاص حضروا بيان وعرضوه عليا في التليفون وحضروا البيان، غير فيه كلمه واحده بدل يتنحى حطها يتخلى عشان يبان هو متصورا كعالم صياغه عظيم، يعني متصورا انه ده احسن من انه هو حد ارغمه على التنحي. طيب وبعدين كل اللي طلبوا حاجه واحده، اخروا الاعلان لغايه الساعه 6 لغايه ما تكون سوزي زي ما هو قال والولاد جم. ف ومشي مبارك، مشي بهذه السهوله ليه؟ ليه؟ حاجه ما تستعجليش بقى، خلينا نتكلم بالراحه بقى، مش معقوله. وبعدين بتقولي ليه؟ كان انا مسؤول. طيب اسالي نفسك سؤال تاني، المجلس العسكري اللي جه وامسك بكل مفاتيح السلطه في البلد وكلنا شكينا سواء بمبرر او من غير مبرر، كيف تخلى عن السلطة بهذه البساطة؟ واوعي تقولي لي بترجاكي انه في الرئيس مرسي شال طنطاوي وشال عنان وشال المجلس كله، مش صحيح. اللي شاله اكتر، مش اللي شاله بالدرجة الأولى، هو استحالة بقائهم. استحالة بقائهم لأنهم وجدوا أنفسهم أمام ما لم يستطيعوا وما لا يستطيعوا تحمل مسؤولية، ما عندهمش حاجة. طيب مش ببساطة كده، لا عنده ولا حاجة أبدا. طيب كويس قوي، ده المره الثانيه ناس فشلوا. تعالي قولي الوزارات المتعاقبه كلها اللي جت في السنتين وفيها ناس في منتهى الكفاءه، زي مثلا او انا شخصيا واحد من الناس اللي بيثقوا في الجنزوري ويعتقد انه رجل كفء، قولي لي كيف لم يستطع هؤلاء الا ان يزيدوا من المشاكل عبئا، بمعنى انه مجال جنزوري وعاوز يحل بعض المشاكل اضطر ان يصرف بزياده العجز، ما جابش موارد جديده، ما قدرش يعمل حاجه، ما جالوش حاجه، ما جالوش ما كان ينتظره. العنصر الخارجي ايضا ما حدش يتصور الى اي مدى العنصر الخارجي والدولي كان فاعل. هقول لك على مرتين انا شفت فيهم طنطاوي. يعني المره الاولى كان لقيته بعت لي اللواء حسن الرويني كتر خيره، جه مكتبي وقد يدهشك انه كان موجود عندي في نفس اليوم انت كنت موجود عندي، بس انت وديتك صالون البيت وهو قاعد معايا في المكتب. ف وقال لي هنروح المشير عاوز يشوفك. قلت له حاضر، ونزلت معاه، رحنا القياده المركزيه اللي هو مكتبه لانه كان فاضل 5 دقايق على الميعاد، وبعدين رحت المشير طنطاوي والتقينا. بيكلمني على الموضع الاقتصادي وبيقول لي الوضع الاقتصادي أسوأ جدا والمعونات ما بيجيش ومش عارف ايه ومش عارفين نعمل ايه وبتاع الى اخره. وبعدين بيقول لي ايه، ويا اخي انا مستغرب جدا، الامريكان مش بس مش عاوزين ما يساعدوش، ولكنه أسوأ من ذلك انه بيطلبوا من اخرين ان لا يساعدوا، بيمنعوا. وهدفهم الضغط، ممكن او يكون ده صحيح، وهدفهم بالضغط على المجلس العسكري لكي نلتزم بال. هقول لك حاجه انت عشان تعرفي، انت احنا كنا بنتكلم على الدستور قبله ولا كان لازم قبله ولا عايز اقول لك ان ده مع الاسف الشديد لم يكن خيارنا. متاسف اقول لك مع الاسف الشديد ان هذا ما كان من اول لحظه، وفي واشنطن ابلغ الى من كانوا من العسكريين في واشنطن. هنا افهم بس، ابلغ الى من كانوا في العسكريين من في العسكريين ان الانتخابات يجب ان تاتي اولا. لا مستني بس، طب اسمحي لي. طيب. هو
شوفي هما برضو ارجوك انا ما اقدرش انا بحاول يعني افهم بس يا استاذ هفهمك والله لو كنت اقدر افهمك يعني. لكن هقول لك اللي حصل. الامريكان وغير الامريكان شافوا ان مبارك لا يستطيع ان يستمر وهو كان يقاوم ويعاند. وعايز اقول لك ان مبارك ضمن اسباب رضوخه مش احنا ضمن اسباب رضوخه السريع مع الاسف الضغط الاجنبي او الضغط الامريكي بالذات او ما اعتبره هو خيانه من اوباما في ظهره وكلمه مكالمه قعدت نص ساعه وتشاتمها تقريبا في المكالمه لانه الجنرال مولن قال لمن قابله من العسكريين في واشنطن في ذلك الوقت انه مبارك وهقول لك الكلمه بالظبط شو كان بي ايزد اوت خليه يتزفلط كده ويخرج بره الصوره ما عادش ينفع. القوة ما بتاخدش ناس عشان سواد عينيهم، بتاخدهم لأنهم يخدموا، فإذا فقدوا قدرتهم على الخدمة يستغنى عنهم. على أي حال مش مشكلة دي. لكن جنرال مولن وهو بيتكلم في ده بعد دراسات لأنه كان موقف كان بيدرس في واشنطن، قال له إن الحل الطبيعي أنتوا عدلتوا ست مواد في الانتخابات اللي كانوا مطلوبين للتوريث فشلتوهم. فدلوقتي تقدروا تعدلوا الدستور والحل هو الانتخابات. ولما قيل انه في خشيه من الانتخابات انها ممكن تجيب عناصر اخرى مش مهم، التيار الاسلامي اولا موجود وقوي وهو يقدر يمشي الامور بلا مشاكل، فيعني ما لكوش دعوه يعني الانتخابات تجيب من تشاء. وجئنا انا ساعات اشوف طارق البشري وهو صديق واحس انه ظلم، والله ظلم، في ان الناس تصوروا انه افتى بهذا. هذه هي التوجيهات اللي جات له، التوجيهات اللي جات له. وعلى اي حال لم يكن في خيال اي حد في ذلك الوقت انه حاجه تانية. ما حدش يعني كلنا قلنا ما بين الدستور اولا والانتخابات اولا، كلنا كنا بنتكلم داخل الاطار الطبيعي التقليدي. الدستور اولا هذا طبيعه الامور، لكن كنا بنتكلم كنا في سياق معين، في سياق اعاده ترميم القانوني والدستوري للدوله. لكن الموقف كان يحتاج الى دوله جديده خالص. لكن انت هنا جيتي طارق البيش لما يتقال ان هو جاب هو اللي عمل الدستور اولا والانتخابات اولا ومش دستور ولا هو ما ولا حد. مع الاسف الشديد العنصر الخارجي وصل الى هذه الدرجه. وانا بس عاوز اعلق لطنطاوي الا اذا كان عندك حاجه في لا ده. انا بس عندي هنا اقف برضو واوضح تاني. انا عارف ده كويس ان احنا ماشيين كده يعني. ده جميل. اوضح تاني، حضرتك بتقول لي اذا ان خيار الانتخابات اولا لم يكن خيارا طبيعيا ماشي يعني كان في سياقه نتيجه تعديلات المستشار طارق البشري، ولكنه كان بتوجيهات لا بلاش توجيهات، بس عاوز اشوف انا عايز اشوف إيه. انا اللي بخاف منه مرات ان احنا بنحاول ان نلبس الحقيقه صوت العقل بأثر رجعي. بمعنى الناس لما تتكلم وتتبادل الرأي وده يقول وده يقول وده يقول، هذه لا مؤامرات ولا توجيهات ولا أوامر. بمعنى أنت في موقف القوات المسلحة، وأرجوك حط دي في ذهنك، أنت بالنسبة لك الأمريكان مهمين جدا في موضوع السلاح. ده المصدر الوحيد للسلاح. الأمريكان أصبحت لهم كلمة سياسية في هذا البلد بأكثر مما هو ضروري وبأكثر مما هو صحي، لكن على حد قضية تانية. لكن لما انت عندك حد مهم في واشنطن، بعثة عسكرية في واشنطن، وعندك جنرال مولن، وعندك رئيس أركان حرب الجيش الأمريكي، وعندك موقف في مصر ملتهب، والأمريكان مهتمين جدا لأنهم يعتبروا أن مصر هي البلد البيفوتال، هي البلد القاعدية في استراتيجيتهم في المنطقة. فأنت بيتكلم معاك بيقول لك احنا بنتصور كذا، وأنت لعجزك عن تصور، عاوز اقول لك حاجه، لا احد يفرض عليك شيئا الا اذا كنت اما عاجزه واما غير قادره على التفكير، بتشرع عليك يعني في الحالتين يعني. لكن هنا بتقبلي نصائح الاخرين، انت قدام كنت موقف ما حدش متاهب له، ما حدش مستعد له. المؤسسه العسكريه كانت اكثر حاجه في ذهنها، كل اللي في ذهنها كان هو منع التوريث، انه والله احنا مش هيمشي في التوريث، انتوا بينكم وبين الشعب، اذا كان الشعب يقبل اتصرفوا، اما احنا لا تعتمدوا علينا في القمع في سبيل التوريث. فلما يجي لك اقتراح يقول لك والله مبارك كان بي ايزد يمشي نسيبه يتزحلق يطلع ايزد اوت فتم مش ترتيب على الشعب كان عايز. طيب بالراحه بس بالراحه. طيب انا عارف والله عارف مزاجك وشبابك يعني، لكن خلي التيمبو يبقى على بقدر ما هو ممكن. فانت اوريدي
اما يقول لك يقول لك يجي حد بنشر يقول لك والله ده الامريكان بيقولوا كذا قرت ويبدو معقولا في سياقه. معنى مرات بنحكم بعدين اثر رجعي كتير قوي 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 ونتعسف مع اللي حصل. ما هوش كده جاب واحد الامريكان بيفتكروا كذا. طيب طب ايه الموجود؟ ما فيش حلول تانية، ما فيش. والناس عاوزة في ذلك الوقت كل الناس متصورة ان ما جرى هو شوية عصيان واحتجاج وانه يعني يتعالج بالطرق التقليدية وخلاص مبارك هيمشي وهنجيب ونعدل الدستور وهنجيب على طول بسرعة برلمان. هنا بدت لكن واضح التأثير الامريكي. اقول لك المرة التانية، المرة التانية كانت مرة غريبة قوي بعد نتائج الانتخابات البرلمانية وبدأ ان التيار الديني خد الأغلبية الكبيرة دي كلها. قبلها بشوية انا كنت بتكلم مع حد يعني وبيقول لي انه تقديراته وتقديرات كل الدولة تقريبا لانه التيار الاسلامي هياخد ما وده كانت تقديرات الامريكان ياخد ما بين 32 الى 35%. والناس بيعرفوا بتصدقي انت مرات. انا شخصيا كنت متشكك في الارقام دي في النسب دي وكنت عارف انه القضية مش قضية من يمثل ماذا في هذه اللحظة لكن من هو قادر على ماذا في هذه اللحظة. فالاكثر تنظيما هو الذي سوف يتقدم. كنت خايف الان يعني رغم ان ما عنديش حاجة ابدا ضد الاخوان بمعنى ان انا تاريخيا فكريا مختلف معهم بقاسه وبشدة لكني انا كانسان وديمقراطيا وعاوز البلد طالما اختارهم الناس انا مش دخل من شأني. من شأني ان اسهل لهم ان ينجحوا وليس من شأني ان اعرقل لهم لكي يفشلوا. نعم كده. فانا بتنطوي نداء يوميها شفته تنزل وكان معانا الفريق سامي عنان وكان في صالون وزارة الدفاع في الدور الاول. وحتى انا في الاول اول ما قعدنا لقيت الركنيه اللي انت عارفاها ده والعلامة اللي موجوده كده بشير قاعد كده وانا قعدت في الكرسي الناحيه الثانيه بالركن ده ولقيت طنطاوي في الناحيه عنان في الناحيه الثانيه. قلت يا فريق ما تيجوا الناحيه دي ما تيجي الناحيه دي جنب المشير بدل ما افضل زي واحد بيتفرج على ماتش تنس راسي من هنا لهنا. وفعلا الراجل كتر خيره واستجاب. طيب يوميها طنطاوي بيقول لي وكان الحقيقه الراجل طيب وقد وجه بما لم يكن يتصوره ولم يكن يحتمله ولم يكن مستعدا له على اي الاحوال لكن اعتقد انه الظروف ظلمته. لكن على اي حال بيقول لي وانا والله مشهده لم صورته لم تفارق ذهني في هذه الفتره. بيقول لي العمل يا استاذ قلت له يا فندم انا مش شايف ان في مشكله كبيره قوي. اذا كان هذا هو الوضع وفي اغلبيه قدام الاخوان ابعت استدع الدكتور مرسي وكلفه برئاسة الوزارة باعتباره كان في برلمان وقتها باعتباره رئيس حزب الأغلبية. فبيقول لي أنا فاكر والله خبط على إيده كده قال لي أسلم البلد للإخوان المسلمين أخش التاريخ وأنا مسلم البلد للإخوان المسلمين. قلت له سيادة الرئيس سيادة المشير أنت ما تسلمش البلد للإخوان المسلمين أنت بتسلم البلد لمن انتخبه الناس أنت ليس من شأنك ومع ذلك فانت مش هتسلم البلد يبقى لسه عندك قضيتين مهمين جدا. انت هتدي رئاسه الوزراء هتسيب رئاسه الوزراء الشعب طلب كده خلاص في انت مجلس نواب اهو وفي رئيس يؤلف الوزاره ويواجه الاوضاع الموجوده ويقود. والحاجه الثانيه باقي عندك حاجتين باقي انتخابات الرئاسه لانها تحتاج الى رويه وباقي وضع الدستور وهو يحتاج الى الزمن اللي احنا فيه لميس زمن من أغرب ما يمكن بمعنى أنه كل شيء تفعليه كل المشاكل اللي قدامك غاطسة وكل ما تفعليه قدام التلفزيون على الشاشات وهذه معضلة من أغرب المعضلات. هقول لك حاجة أنا يمكن من هذه المعضلة وبأكد لك يعني من هذه المعضلة ومن تخوفي منها يوم من الأيام اقترحت حاجة اسمها لجنة أمناء الدولة والدستور مجلس أمناء الدولة والدستور حتى في أواخر عهد مبارك أنا كنت شايف الثورة جاية وغيري كان شايفها وانا كنت بشغل نفسي جدا ما العمل ايه اللي هعمل ايه وكنت خايف جدا من هذا الذي رايته. وهقول غريب قوي يوم وانا عاوز افكرك بيوم يوم في شهر سبتمبر سنه 2005 او 2007 2007 كان في يوم في طهران يساوي يندرس لانه كان بدايه مشاكل مراحل الانتقال. انا ممكن اقف عند هذا اليوم واخرج فاصل امال قصير اخرج فاصل قصير عند هذا اليوم ونسمع بقية الحكاية وربما الحلول المقترحة للخروج من المأزق مع الأستاذ هيكل.